كابو جديد الشباب نظمت نظمت ضد الجوع. غسيل الهدوم مثلا خفيف جدا، اواعي غسيل خفيف جدا يعني، حمامات يعني بين كل اسبوع 10 ايام مره، بس هسه يعني كل اسبوع تقريبا واحد مره مرتين يتحمم، بالصيف بده مرتين يتحمم باليوم بالاسبوع يعني. يعني صار الوضع أسوأ من اول يعني لما كان اللاجئين السوريين، طبعا صار أسوأ لانه ازدادت السكان والمي خفيفه يعني من اول، فيعني صارت الوضع سيء على الكل، مش بس على السوريين، على الكل صار بالبلد، هذا صار الوضع يعني سيء من ناحيه المي يعني، يعني سيء سيء. With the influx of refugees to Jordan in general, we had an increase in demand of water by 21%, and in the north governorates, in Irbid, in Mafraq, in all of these areas by around 40%.